حسين. ولا حاجة. الله، قولي مالك. مش هو ده الفرح اللي كنت عاوزة تعمليه لبنتك؟ مش هو ده الفرح اللي بتتمناه كل بنت؟ ربنا يخليك يا حبيبي وتفرح بيه. أنا لا عاوز أفرح ولا عندي وقت أفرح بعد كده. ليه يا كفر الله الشر، حصل إيه؟ حصل إني رحت سهلة. ما هو علشان أرضيكي وأرضي الناس وأرضي أهل العريس مديت إيدي على العهد اللي عندي، أخدت 150 جنيه. يا نسر، ليه يا حسين عملت كده؟ ما أنا كنت ناوي أسدد المبلغ لما أصرف استبدال المعاش، لكن الروتين الله يخرب بيت الروتين. نسيت يا حسين إن عندك ولاد. أنا اللي نسيت. ياما قلت لك يا زينب، ياما قلت لك خلينا نمشي على قد حالنا. خلي بقى حد غيري يربي اولادك. بعد الشر عليك، ما حدش هيربيهم غيرك. غيري؟ ده البوليس مستنيني تحت. من زمان المدير بلغ عني. انا اسفه يا حسين، انا غلطان. طيب معلش، امسحي دموعك. اطلعي بره للمعازيف، انا مش عاوز حد يسمع حاجه ابدا عن الموضوع ده، فاهمه؟ وهتعمل ايه؟ اعمل عمل ربنا. هستني بنفسي للبوليس بقى وامضي لله. Thank you.